رحل علماني وبقي أثره. رحل صالح علماني أو عين العرب على الأدب اللاتيني كما يسمى دائما، وقد ترجم عشرات التحف الفنية من الإسبانية إلى العربية ليصل صداها إلى كل بلاد العرب. لكن حتى الأديب الراحل لم يكن في منأى عن حضور اسمه ضمن خلافات بين دور نشر عديدة، فهنالك من له الحق في نشر ترجماته وهنالك من تجاوز. هل في خلاف بخصوص كتب صالح علماني؟ كان في خلاف بينه وبين المدى اتصور، ما مع الاداره والله. طب احنا بنعرف اكثر عن الخلاف هذا، هل ممكن نعرف عنه اكثر؟ والله ما اعرف صراحه، ما عندي معلومه عن الخلاف. ما في اي معلومه عن الخلاف؟ ما عندي اي معلومات عنه. رفضوا الظهور وحتى الحوار. في زاويه اخرى يجلس رمزي بن رحومه، وهو المقرب من الراحل والذي التقى به صدفه عام 2008 بمطار دمشق. عشره طوال 11 سنة ليؤكد اليوم القيمة الأدبية لعلماني، وهو من بنى ذلك الجسر من جبال الإنديز إلى الوطن العربي. صالح ليس مجرد مترجم نقدم له أعمالا فيترجمها وانتهى الأمر، لا، هو إنسان ذواق، هو إنسان شغوف بما يفعل، ولذلك كان قادرا أن ينتقي لنا بعينه الممحصة أجمل ما ثمت في الأدب اللاتيني. صالح علماني هو الذي ترجم لجابريل غارسيا ماركيز الجنرال في متاهته، ولكن الجنرال اليوم تحت قبره وإرثه باق وبإقبال كبير. عبد الرحمن المحضار، الإخبارية، جدة.